اهلا وسهلا شباب، انا ايمي كيو. اليوم عندنا نزال بين وحش الظلام وبيت خفاش الليل. لنبدا النزال الاول. 3-2-1 انطلاق انطلاق. من سوف يفوز؟ وحش. واو، فرست فينيش. واو، وحش الظلام خسر 2-0 لي خفاش الليل. 3-2-1 انطلاق انطلاق. من سوف يفوز؟ وحش ولا خفاش؟ نعم، وحش سوف يخسر. وات فولز. 1-2. اوكي، النزال الثالث. 3-2-1 انطلاق انطلاق. من سوف يفوز؟ نعم، الفائز هو خفاش الليل. 3-1. شكرا اصدقاء، الى اللقاء.